أول خبر معانا طبعا هو فوز الأهلي ومواصلته لعروضه القوية في بطولة الدوري الممتاز بعد تغلبه على فريق البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة اللي جمعت ما بينهم على استاد القاهرة ضمن الأسبوع ال15 من البطولة، والهدف جه عن طريق المخيف محمد شريف علشان الأهلي يرفع رصيده ل37 نقطة ويعزز بيهم صدارته في بطولة الدوري عشان نبعد عن الغريم التقليدي ب11 نقطة. محمد شريف بعد الهدف اللي سجله امبارح بيؤكد كمان على عودته للتهديف وان مباراه الزمالك ما كانتش حاله استثنائيه وخلاص، لا هو مرجع فورمته مستعد كويس جدا لكاس العالم للانديه، والحقيقه بنتمنى له كل التوفيق وانه يستمر على الاداء ده مع النادي الاهلي ان شاء الله.